لاباس، مرحبا بكم معايا قناه فاتحه الخير. والمهم تغدينا وقلنا نمشيو نهضموا، ما نديروش لا سيست، نمشيو نهضموا انا والشلغمه. يرضي عليك. ايوا طلعني واحد الجبل تبارك الله، واش غادي نقول لكم قدام الدار. وتبارك الله الخيرات والمناظر انتم تشوفوا. والمهم كنت بغيت نساليكم معايا، قلت له والله ما نخلي المشاهدين ديالي والله تنوريهم شويه، ماشي غير الطياب الطياب الطياب، كتلنا. قلت له يلا دابا نوريهم حتى شويه من هاد الطبيعه ديالنا ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي، انا كنوري خوتي شويه ديال الطبيعه من هنا. وتبارك الله الخيرات، الربيع على طول العام، زعما تبارك الله صلى على النبي، سيدي ربي عطيهم هادشي هذا، تبارك الله صلى على النبي. زين، وكنتمناو حتى حنا بلادنا تكون هكذا ان شاء الله، ربي يرزقها بواحد الشتيوا وبالخيرات. المهم خواتاتي خوتي، الكنيسه هذه قدامنا، هذا اللي كيبان لكم من هنايا، هذا الكوليج و... راه فين دار الحاجه خوتي، راه فين، راه راني جاي عند البلديه، راه تما جيت الكنيسه و... هذه الكنيسه راه تما الحاجه، هذيك هي الحاجه راه تما. انا الدويره ديالي كاع ما كنبعدش عليها، واخا كنخرج ندور كندور تكون قدامي. ما كنسخاش من الكوزينه ديالي. الموقع ديالنا فين كنتواجدوا حنا، تبارك الله يعني كاين الخيرات، كاين الربيع، كاين المهم الدنيا ناشطه كما كتشاهدوا، تبارك الله الخيرات عندهم. وتحياتي للناس بنيقيل اللي فورنيسور ديال اللحوم الحمراء، ونطلب لكم ان شاء الله يا ودي اخوتي بنيقيل ويا الجيران ديالنا القدامي الناس الملاح، يعطيكم ربي شي عام زين ان شاء الله، ولا واحد 10 سنين ولا 20 عام ولا الحياه كامله بهذا الخير، هذا بحال هذا الخير ان شاء الله. هذا نطلب لكم يا ودي الناس ديال بنيقيل، الله يحسن العون، ونتمنى ان شاء الله باش تكون القضيه زينه ان شاء الله، ويعطينا ربي يشتت حنا في بلادنا هاد الناس. لقيتهم موجودين لي واحد الكرسي بعدا فين نرتاح، راني طلعت واحد لاله عقبه بلاصه طوبيس الحاجه هذيك بليسه اللي استنوا، يمكن الا كان شي طوبيس كيفوت من هنا ولا كيطلع حتى لهنا الطوبيس. ايوا يقدر، كان الكوريو كما كتشوفوا هما دايرين البلاصه ديال الكوريو فين كيحطوا لي الكارت سميتها لي البراوات ديالهم، ودايرين هاد الكرسي هذا دايرين للناس يرتاح، بنادم اللي بغى يرتاح يرتاح. خوتي خواتاتي تبارك الله عليكم، مرحبا بكم. اليوم انا والحاجه تغدينا وفضينا ونضينا، وجيت باش نوري الخوت ديالي يعني هاد المهمات الخيرات وهاد الربوعات وهادي. كما كتشوفوا راه حنا متواجدو حنا على جنب الحي ديالنا اللي هو البيبلو ديالنا ايرناني، وبغيت نوريكم ان شاء الله هاد المناظر الخلابه هنا. وكما كتشوفوا كاين هاد الجبل هذا، كان هاد الجبل هذا اللي هو كان مقلع ديال الحجاره، يعني كانوا يديروا منه التروطوارات، كانوا يخدموا منه الكنائس. المهم كما كتشوفوا يعني الجبل هذا ما نقدروش نمشيو له تما، خاطر عليه العسه. والمهم ان شاء الله الى تحتنا الفرصه نديوكم تما ونوريكم ان شاء الله. كما كتشوفوا احنا ماشيين معكم عاد نوريكم ان شاء الله. زوين تبارك الله، شنو شنو توروت براني توروت كدير المغرب هكذا تقرصت علينا تما.
كلهم كلهم شي حاجات كلهم. كيف ما كتشوفوا خوتنا خواتاتنا، احنا اليوم رحنا كنتواجدوا معكم في هذه الخيرات اللي عطاها لهم الله. وريهم وريهم وريهم. تبارك الله وصل عنك. انتم تشوفوا تبارك الله الخيرات، ونطلبوا من الله ومن ربي سبحانه وتعالى يحن على ذوك الناس ديال بني ديال ان شاء الله، ويعطيهم واحد العامين ولا اربع سنين ولا خمس سنين ديال هاد الخيرات هادو تبارك الله، باش ينقصوا علينا. خلي ذاك الربيع ديال ذاك القن اللي كليتو ينقصوا علينا في العياد. وتحياتي للحاج طيب المسيره ولد حمين، من هذا المنبر هذا من سان سيباستيان حتى لتندراره، تحياتي لك الحاج طيب، بارك عزيزي وغالي. وكما كتشوفوا جميع المشاهدين ديالي، جميع المشاهدين الله يودي غنا داك الشيء، كنبغيوكم بزاف بزاف، كنتمنوا عزيز عليا انا وصافي، كنتمنوا لكم كل خير ان شاء الله، وربي يسهل على كل واحد. وكما كتشوفوا اخوتي معنا الطبيعه تبارك الله، وهاد الخيرات اللي عطاهم ربي هاد الناس هادو يعني عطاهم الجنه في الدنيا كما كتشوفوا. والله ما بغيت نحرمكم من هاد المنظر هذا، وقلت والله المشاهدين ديالي ما تبقاوش غير الكوزينه الطياب ناكلوا بنادم ياكل. انتم تبارك الله الخيرات. كنلقي التحيه للاصدقاء والاحباب والوالده ديالي وخوتي وناس مرسيا وناس ايرناني، وتحياتي كاع للمشاهدين الكرام ديالي. بغينا نخرجوكم نخضروا لكم عويناتكم شويه وصافي، باش ما نبقاوش غير القص القص القص. وريتهم لوتوروت؟ لا ها هي تحت، ها هي كتبان هنا الناسيونال. ها فين انايا كنبقى نتمنظر من 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 الصاله ديالي، كنتمنظر في هاد لوتوروت اللي قدامي باش كنشوف دوك اللي عاودين المغرب ولا الله يديهم على خير. الطرقات زينه تبارك الله، وكلشي مستف كما شاهدتوا في الصور في الفيديو، ويعني داكشي ناشط تبارك الله، ويعني الخيرات تبارك الله اللهم صل على رسول الله. وبغا نوريكم ان شاء الله ونديكم البيسات زوينين ان شاء الله، وبغا تشاهدوا معنا وتشوفوا معنا ان شاء الله المزيد المزيد ان شاء الله، لان هذه البلاد هذه منعنعه تبارك الله ومخضره. وتحياتي كاع نطلبوا كاع من الناس الملاح يجيو يوصلوها ويشوفوها تبارك الله، خاطر الخيرات عندهم. انت كتمشى فوق الخضار فين ما مشيت هكذا نيشان، يعني غير الديور اللي ما فيهمش خضار يعني كاين شويه ديال البركه بصح فين ما مشيت. تحياتي لكم الخوت خواتات الناس تبارك الله هنايا ما كيجلسوش نهار الحد، شوفي كيديروا كيتمشاو كيديروا الرياضه كيديروا، ها انتم كيفوجوا واخا هاد الوباء هذا ها هما تبارك الله بالكمامات ديالهم بالاخر، وكيخرجوا يتمشاو. شوف كنصح خواتاتي تمشاو، راه واخا بنادم مهموم وهكا قنطنا تحت ولا قنطه تحت سيدي ربي، ولكن بنادم يتمشى. كما كتشوفوا خوتي خواتاتي بنركب لكم واحد السيكتور من هيتيك واحد اخر، وان شاء الله بغنوريكم واش تكاين، نوريكم شويه ديال اللوينات وشويه ديال الخضار وشويه ديال الطبيعه ان شاء الله. وبغيت تتابعوني اجي الحاجه وريكم اجي الحاجه. تبارك الله وصل على النبي كيخدموا كيخدموا مزيان كي هادو زرادي كل واحد عنده الجريدة ديالو. الطريق ابراهيم كتهود تهود للكوليج ليسي كما كتشوفوا هاد الكوليجيو هذا ديال الحي ديالنا، هذا هو الكوليج ديال الحي ديالنا يعني قريب كوليج وليسي وليسي واه يعني قريب، وما فيهش يعني عطا ترونسبور كلشي كيجيه على حساب بالرجل ديالو يعني قريب واه يعني جاي شاد في المدينه في الجنب ديال المدينه، ما كانش مسافه اللي يعني يقدر بلادنا بيكالا ولا على الرجل ولا ماشي مشكل، قريب للحي بزاف لا قريب كاع. واه تحياتي لخوتي وتحياتي للمشاهدين الكرام ديالنا. شوف الشباك اللي داير اللي داير لهم الشباك باش ما ضروري الشباك على حساب يلعبوا الكره الرياضه، ما تفوتش شي حاجه على برا، ما تفوتش حتى السكان اللي ساكنين. واه ضروري تبارك الله على النظام. كما
كما قلت لخوتي خواتاتي، المهم انا ساريت كل يوم واحد شويه هذه لخاطر من الحجر الصحي ما كيخليوناش نختارو شي اماكن اخرى يعني نمشيوها كلها، يعني حنا في الحي ديالنا ان شاء الله. ودرو كما كتشوفوا يعني حنا في حي تبارك الله، هانتوما كما كتشوفوا راه متواجدين في الحي ديالي، وكتشوفوا هاد الخيرات هذه تبارك الله اللي عطاهم الله هنا. وغادي نوريكم شويه ديال المناظر لخاطر كنعرف الناس موجودين، الناس محبين للطبيعه، وبغيت نوري لخوتي ساريهم ساريهم الحجر ساريهم شاريهم الحجة ساريهم ساريهو لي وقف فيه الحجة واحد المرة نساريهم مزيان. كما كتشوفو هنا الناس كاع كيديرو هداكشي ديال الجريدات وكدا، والمهم الناس كلشي كي عندو الجريدات ديالو هنا، كلشي مضروب على داكشي ديال الفلاحة، كلشي زعما الصراحة كيخدمو وكيجتهدو هاد الناس هادو الله يعطيهم الصحة. أنا نوري خوتي شوية ديال الطبيعة بلهنا، التبعين ديالي واللي جانا هنا مرحبا بيه مرحبا به يا ربي. وشكرا لكم على المتابعه ديالنا اخوتي، وتحياتي كاع لكم، والله يعطيكم الصحه. المهم خوتي خواتاتي بصحتكم التحويسه معايا، والمهم حتى عاوتاني فيديو اخر ان شاء الله نساريكم ان شاء الله حتى الحد الجاي ولا ان شاء الله. هي الحاجه الله لقينا الوقيته ان شاء الله حتى انا تشاريت معك الحاجه الله يرضي عليك. علي مرحبا بكم معايا ومرحبا بكم ارناني، وتحياتي لكم اخوتي خواتاتي. علي بالسلامه، مع السلامه.